بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب، باب السلام، الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال: إذا فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فزاده ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن على المؤمن 6 خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. لم أجد في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، ولكن ذكره صاحب الجامع برواية النسائي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أو لا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.